أهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون معتدل على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهيبقى لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، ويكون حر على جنوب سيناء. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة، والنهاردة في نشاط رياح على كافة الأنحاء في الجمهورية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وأهلا بك يا فندم. دكتورة منار، الجو النهاردة هيكون عامل إزاي؟ بالفعل احنا اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة، يمكن كمان درجات الحرارة بتكون أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. خلال فترة النهار وخلال فترة الليل الأجواء خلال فترة النهار هتكون رباعية، معتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد بتكون طقس مائل للحرارة. خلال فترة النهار أيضا على محافظات جنوب البلاد زي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترة النهار. مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون بارد على شمال البلاد، سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. يمكن احنا شعرنا بالطقس كمان بيكون أبرد من الأيام الماضية، بالإضافة كمان ان الطقس بيكون معتدل على جنوب البلاد. درجات الحرارة خلال فترة الليل بتتراوح ما بين ال 13 وال 14 درجة مئوية، ودي درجة الحرارة الصغرى خلال فترات الليل. كمان في نشاط للرياح، سرعات الرياح ما بين ال 30 وال 40 كيلو متر في الساعة. نشاط الرياح ده بيبدا خلال فترة المساء وبيستمر معانا الساعات الأولى من الصباح، بيبقى بيؤدي لمزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية. إن شاء الله إحنا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية دي إلى الجمعة القادمة بإذن الله. وبعد الجمعة إيه اللي هيحصل؟ ان شاء الله من يوم السبت هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، يمكن كمان هيكون ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، تبدا تاني درجات الحراره تتجاوز ال 30 درجه مئويه، ونبدا نشعر بالاجواء الحاره خلال فترات النهار. الارتفاع ده هيكون على اغلب مناطق الجمهوريه، وهيكون مدته 72 ساعه، يعني هيكون معانا السبت والحد والاثنين ارتفاع في درجات الحراره. ذروه الارتفاعات هتكون يوم الحد المقبل ان شاء الله. احنا بنتاثر بكتل هوائيه يوم الحد القادم، هوائيه جنوبيه، هيكون معاها كمان نشاط رياح هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه. تمام، يعني في رمال واتربه موجوده في الجو برضو الفتره الجايه، مرضى الحساسيه ياخدوا بالهم. بالظبط، تحديدا يوم الاحد القادم. تمام، الملابس الشتويه مستمره معانا اثناء الليل، الملابس الصيفيه اثناء النهار. هو بالفعل لسه الملابس الشتويه معانا خاصه خلال فترات الليل، الجو بقى بارد خلال فترات الليل، فلسه محافظين على الملابس الشتويه، لو انا هضطر للخروج يبقى دايما معانا جاكيت لفترات الليل. فترات النهار كمان مش لازم الملابس الصيفيه، نقدر نقول ملابس خريفيه، ملابس رباعيه، خففنا الملابس خلال فترات النهار بس مش الملابس الصيفيه، ناجل الملابس الصيفيه لبعد اعياد شم النسيم ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي للارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا خلينا نشوف دلوقتي مع بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده في مختلف المحافظات، ونبتدي من القاهره اللي العظمى فيها 25 والصغرى 14، الاسكندريه 20 13، مطروح 18 13، سيوه 23 14، بورسعيد 20 13، دمياط 22 15، الاسماعيليه 25 15، والسويس 26 15. العريش العظمى فيها 21 والصغرى 14، طابة 25 16، كاترين 23 13، شرم الشيخ 30 19، الغردقة 30 17، الفيوم 26 14، بني سويف 26 14، والمنيا 26 14. أسيوط العظمى فيها 27 والصغرى 15، سوهاج 28 18، قنا 30 20، الأقصر 32 20، أسوان 33 21، الوادي الجديد 33 20، شلاتين 32 20، أما حلايب العظمى فيها 31 والصغرى 19. وده كده كان استعراض لمختلف المحافظات اللي موجودة معانا ودرجات الحرارة اللي موجودة فيها. الطقس صباحا هيكون مائل للحرارة،
ولكن الجو في مختلف المحافظات هيكون مائل للبرودة أثناء الليل. كل الناس اللي هتبقى موجودة برا البيت بعد الفطار تبقى عاملة حسابها واخدة معاها جاكيت. إن شاء الله يعني نستمتع بالجو اللطيف الخريفي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. خلينا نرجع تاني لهدير وعبد الصمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا لك يا منة، وشكرا كمان موصول لضيفك الكريمة. شكرا جزيلا.